نشرة مفصلة للأنباء والبداية مع العناوين. قوات الاحتلال تنسحب من الأقصى بعد اعتدائها على المرابطين، والمقاومة تحذر من مواجهة شاملة. موسكو تؤكد أن الحكومة الأوكرانية تمنع قواتها المحاصرة في ماريوبل من التفاوض على الاستسلام، وكييف تؤكد أنها ستقاتل حتى النهاية. وقف تصدير النفط في وسط وجنوب ليبيا حتى تسليم حكومة دبيبة السلطة لباشا آغا. إسلام أباد تطالب حركة طالبان بتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود الباكستانية الأفغانية، وتحذر من تزايد عدد الحوادث في المنطقة. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من باحات المسجد الأقصى بعد اعتداءاتها على المقدسيين وتأمين اقتحام المستوطنين الحرم القدسي الشريف، لكن قوات الاحتلال فشلت في إخراج المرابطين من الأقصى برغم حملة القمع العنيفة. هنا محمد. 545 مستوطنا اقتحموا الأقصى بحماية عسكرية معززة من الشرطة الإسرائيلية التي انتشرت في باحاته وحاصرت المصلين في المسجد القبلي ومسجد قبة الصخرة منذ ساعات الفجر، وأطلقت الرصاص المطاطية والقنابل عليهم. اقتحام يوم الجمعة كان تمهيد لما يحصل اليوم، تم الاعتداء على المصلين وفي داخل المسجد الأقصى، إخراجهم بالقوة، اعتقال أيضا عدة شبان، ومحاصرة أيضا شبان في داخل المسجد الأقصى، اعتلاء المصلى القبلي. منذ نحو 4 ساعات يواصل الاحتلال إغلاق كافة أبواب المسجد الأقصى المبارك من أجل تأمين اقتحامات المستوطنين الاستفزازية لباحاته، فيما ينتظر المصلون الفلسطينيون في الخارج. أنا من الساعة 7 جيت لهون، مش راضين يدخلونا، فوتوا المستوطنين وما فتناش احنا، إذا بنحط كباع روسنا بنفوت، أنت كيف؟ وإحنا صاحبين حق. منعينا لحديت هسه، منعينا 3 ساعات على الطريق من الناصرة بتصلي هاي البلد اللي احنا عزيزة علينا، وهي أرض لإلنا وخالص لإلنا وحق لإلنا، نمنع بها ونمنع منها بكل وقاحة وبكل غطرسة، فهذا هو الاحتلال. لم يأمن الفلسطينيون خارج المسجد بعدما اعتدت قوات الاحتلال على الأهالي عند باب حطة أحد أبواب الأقصى الخارجية، فيما تصدى شبان القدس لهم عبر رشقهم بالحجارة ورمي الألعاب النارية عليهم. بقولوا عندنا في عكا يا خوف عكا من دير البحر، وهذول بيهددونا بالاعتقالات، احنا مش خايفين، احنا منعونا أخرجونا من المسجد الأقصى، واقفين على الأبواب مرابطين. 18 معتقلا و19 إصابة على الأقل بين الفلسطينيين، حصيلة العدوان الإسرائيلي الذي يبدو أنه سيتكرر طوال أيام عيد الفصح العبري. هناء محاميد، القدس المحتلة، الميادين. وكان أصيب عدد من المقدسيين بينهم شابات باعتداءات بالضرب والهروات، هذا فيما منعت هذه القوات الهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى الأقصى لإسعاف الجرحى. اعتداءات قوات الاحتلال لم ترحم الأطفال، حيث أقدم عناصرها على ضرب والد أحد الأطفال أمام عينيه في باحات الأقصى ما أثار هلع الطفل. كذلك لم تستثني اعتداءات قوات الاحتلال النساء المعتكفات في المسجد الأقصى. هذا ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول إلى الأقصى، وقد رصد فريق الميادين قوات الاحتلال وهي تمنع المسعفين من الدخول.
يوم الجمعة كنا هناك متواجدين بالأقصى ونصبنا خيمة للإصابات والمصابين اللي بيجوا علينا على الخيمة. فات الجيش على اقتحام، كسروا الجمعية تبعتنا، كسروا العدة ومزعوا الخيام. حاولنا نضطر نجيب عدة من برا، منعوا الشرطة قوات الاحتلال إن نفوت عدة سبيرتو باندج وسبري والأغراض اللازمة إلا نفوتها للمصابين، منعونا منعا باتا. واليوم كذلك الأمر يعني مواجهات عنيفة جوا مسجد الأقصى واقتحامات من قبل المستوطنين، وفيش عدة نهائيا جوا المسعفين، يعني مش قادرين يعمل ولا أي شيء غير إنهم يسعفوا ميدان وعن طريق الإيدين. ومسعفين يعني جمعية سر القدس. وانتو دخلتوا؟ احنا ما قدرنا نفوت، وحاولنا نلف على كل بواب بس منلف حوالين القدس ان نسعف ميدان، يعني العدة تبعتنا يعني جاهزات كل اشي ان نفوتها على الاقصى جوا. منعين منع البنات يعني زي ما انتو شايفين، يعني منعين ان يفوتوا البنات المسعفات وشباب المسعفين وحتى الطواقم الطبية العالية. في هذه الأثناء ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفدا مصريا برئاسة محمود السيسي يزور إسرائيل. الفلسطينيون كانوا ردوا على اعتداءات الاحتلال واستهدفوا بالحجارة حافلات المستوطنين قرب باب الأصباط، ما أدى إلى إصابة 5 مستوطنين بجروح. وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي استهداف شبان فلسطينيين حافلات المستوطنين بالحجارة. هذا الباص خش في سيارة طحنها. في المواقف أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الأقصى للفلسطينيين، مشددا على حقهم في الصلاة والوصول والاعتكاف بداخله. وأكد هنية عدم الخضوع لكل إجراءات القمع والإرهاب الصهيوني، وأضاف في بيان له أن الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه وأرضه ومن حقه أن يستمر في مقاومته، مضيفا أن القدس هي محور الصراع وأن الدفاع سمستمر عنها في معركة مفتوحة مع المحتلين مهما طال الزمن. حركة حماس كانت شددت في بيان لها على أن المسجد الأقصى خط أحمر وأن الاحتلال يتحمل المسؤولية عن اعتدائه على المصلين. الحركة في بيان لها حملت الاحتلال كذلك المسؤولية عن تداعيات السماح للمستوطنين باقتحام باحات الأقصى وتدنيسها، وأشارت إلى أن استمرار الاعتداء على المصلين سيرتد على الاحتلال ومستوطنيه، مضيفة أن الشعب الفلسطيني سيقف في وجه الاحتلال وجرائمه بقوة. المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو أكد في مقابلة على شاشة الميادين أنه يجري بحث الرد على كل اعتداء إسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأضاف أن التنسيق مع محور المقاومة مستمر لأن قضية القدس تعني الجميع. قيادات المقاومة والغرف المشتركة لانفصال المقاومة هي في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة ومتابعة سلوك الاحتلال تجاه المسجد الأقصى المبارك. التنسيق مع الأمة ومكونات الأمة بما فيها محور المقاومة هي مستمرة وعلى مستوى اللحظة، لأن هذه قضية القدس كما قلنا هي معني بها الجميع، والحقيقة أن الجميع متفاعل والجميع يتحدث بمواقف مسؤولة وعلى قدر من تحمل المسؤولية تجاه اللحظة الراهنة. حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن تجدد الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى يكشف النيات الحقيقية للاحتلال الذي يمارس التضليل والخداع لتمرير مخططاته. الحركة رأت في بيان لها أن هذه الانتهاكات والاعتداءات تدفع نحو المواجهة الشاملة، ودعت الفلسطينيين إلى مواصلة الرباط في الأقصى وساحاته. وأضافت لن نتخلى عن حماية الأقصى، محملة الاحتلال المسؤولية عن هذا العدوان والإرهاب. وأوضحت الحركة أنه لا قيمة لأي وصاية على المسجد الأقصى إذا لم توفر حماية حقيقية له وتمنع تهويده. من جهتها دعت الرئاسة الفلسطينية إلى شد الرحال والدفاع عن الأقصى والتصدي للتصعيد الإسرائيلي الذي وصفته بالخطير. الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة رأى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت تمثل محاولة لتشريع التقسيمين الزمني والمكاني للمسجد الأقصى، مطالبا الإدارة الأمريكية بالخروج عن صمتها ووقف هذا العدوان الذي سيشعل المنطقة بأسرها كما قال. يأتي ذلك فيما كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد عن تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية الذي كان مقررا لوجود التزامات وأولويات لدى الرئيس محمود عباس بحسب ما نقلت وكالة صفا.
الكشف عن إنشاء مكتب خاص في شعبة الاستخبارات العسكرية لمتابعة وسائل الإعلام في العالمين العربي والإسلامي للحصول على معلومات توظف في العمليات الأمنية والحرب النفسية أثار أسئلة عن الغاية من الموضوع في هذا التوقيت بالذات. التفاصيل في هذا التقرير لعلي فقيه. غسان بن جدو، عبد الباري عطوان، إبراهيم الأمين وغيرهم من رجال الصحافة والإعلام في العالم العربي يتصدرون قائمة المتابعة من قبل شعبة الاستخبارات العسكرية عبر مكتب آي مونيتور، وهو مكتب الاستخبارات المرئية أوسنت الذي يبني صورة استخبارية قائمة على وسائل الإعلام الكلاسيكية جنبا إلى جنب مع الشبكات الاجتماعية، وهو استحدث قبل عقد تقريبا وفق ما كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية. نحن نأتي من أجل معرفة الصورة الاستخبارية المحدثة من وسائل الإعلام التقليدية العربية والدولية والفارسية، من التلفزيون والصحافة ووسائل إعلام إضافية، وأيضا من الشبكات الاجتماعية. أدركت شعبة الاستخبارات أن الجزء الصغير من الأحجية المطلوب لإكمال الصورة الكاملة يوجد أحيانا في وسائل الإعلام، وهذا ما يمكن توفيره من خلال المكتب الذي يعمل على مدى الساعة ويراقب الشخصيات في العالم العربي سعيا للحصول على معلومة ذهبية توظف في عمليات اغتيال أو اختطاف أو في عمليات أخرى ذات طابع أمني أو عسكري أو حتى إعلامي، وبما يخدم أيضا في الحرب النفسية والحرب على الوعي. لدينا اليوم الكثير من المعلومات ونأتي لتنظيم الأمور لمتخذي القرارات، وأيضا من أجل استكمال الصورة الاستخبارية والبازل الاستخباري للباحثين في لواء الأبحاث من خلال دمج المعلومات العلنية مع وسائل استخبارية إضافية. طاقم المكتب مسؤول أيضا عن معالجة الخطاب الإعلامي وتحليل الاتجاهات في وسائل الإعلام العربية وإعداد خلاصات استخبارية لترسل إلى كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين. صحيح أنه لا جديد في الكشف عن المتابعة الاستخبارية عبر وسائل الإعلام المختلفة، لكن الجديد يكمن في الحديث عن إنشاء وحدة متخصصة في هذا المجال وعن أساليب عملها وأهدافها، ما يطرح أسئلة عن الغاية من هذا الكشف في هذا التوقيت بالتحديد. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة لمنظومة سلاح تعزز السلاح النووي التكتيكي. من جديد أهلا بكم وإلى آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أعلنت موسكو أن حكومة كييف تمنع قواتها المحاصرة في ماريوبل من التفاوض على الاستسلام. وزارة الدفاع الروسية قالت أن قواتها نفذت عملية خاصة لتحرير رهائن محتجزين لدى قوميين أوكرانيين في مسجد تركي في مدينة ماريوبل، ولفتت إلى أن العملية نفذت بطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. جرى تدمير مصنع ذخيرة في محيط مدينة بروفاري في مقاطعة كييف بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو. دمر 68 هدفا عسكريا أوكرانيا، منها رادار إضاءة وتوجيه خاصان بمنظومة S-300 للدفاع الجوي في منطقة كريفايا لوكا وكراسنو أرميسك، ومنظومة صاروخية للدفاع الجوي من طراز أوسا في محيط مدينة سيفرودانيتسك، إضافة إلى 6 مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والوقود و40 منطقة لحشد العسكريين والآليات القتالية في مدينة كريمنايا وقرى متعددة.
إلى ذلك حذرت الخارجية الروسية من خطر وقوع صدام غير مقصود بينها وبين حلف الناتو في منطقة القطب الشمالي. وأعرب سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية نيكولاي كورتشوف الذي يرأس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي في حديث إلى وكالة تاس عن قلق موسكو إزاء إشراك الناتو أعضاءه من خارج منطقة القطب الشمالي في أنشطته العسكرية هناك. وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الوضع في ميناء ماريوبل بغير الإنساني، داعيا الغرب إلى تزويد كييف فورا بالأسلحة الثقيلة، فيما أكد رئيس وزرائه أن القوات الموجودة في ماريوبل ستقاتل حتى النهاية. من جهته أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن زيلينسكي يريد كسب الوقت من خلال اللجوء إلى الناتو للحصول على المساعدة. وأشار إلى أن زيلينسكي قال الشيء نفسه قبل محادثات تركيا عندما كان الجيش الروسي متمركزا قرب كييف، وأضاف أن روسيا خفضت نشاطها وبعد ذلك كان هناك استفزازات في بوتشا ولم تفي كييف بالتزاماتها. حالما استؤنفت الدراسة في مدارس فالنفاخ، هدأ دوي المدافع في هذه المدينة التي سيطرت عليها قوات دانياتسك الشعبية بعد معارك طاحنة. الحرب تركت آثارها في باحة المدرسة وعلى جدرانها ونوافذها، إلا أن ذلك لم يسلب من التلاميذ طوقهم إلى العودة إلى صفوفهم وإكمال دروسهم التي انقطعت على حين غرة. سلام العبيدي من فالنفاخ. الحرب ليس لها وجه طفولة، لكن الأطفال أولى ضحاياها. فالنفاخ تحاول طي صفحة الحرب التي مرت بحاراتها، وأول ما يمكن أن ينسيها عودة التلاميذ إلى صفوفهم. فالنفاخ واحدة من أولى مدن دونباس التي شهدت معارك طاحنة، وبالرغم من أنها لا تزال تقع في مربى النيران الأوكرانية إلا أن الحياة فيها بدأت تعود تدريجيا إلى حالتها الطبيعية. المدرسة رقم 5 التي تعد من أفضل مدارس المنطقة تفتح أبوابها من جديد أمام التلاميذ. نحن اليوم نفتتح المدرسة وسنستأنف التدريس. الأمن والسلام يعودان إلى مدينتنا. أهنئكم بهذا الحدث المهم. أناستاسيا ابنة 12 ربيعا سعيدة في هذا اليوم الاحتفالي. أنا في الصف السادس الابتدائي وأحب مادة الرياضيات. أشعر بالسعادة لعودة الدراسة في مدينتنا. الكل هنا سعداء بعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي واستئناف الدوام المدرسي. اشتقنا لمدرستنا ولزملائنا، وللأمان أنا سعيد بعودتنا إلى الدراسة. الحرب تركت آثارها في الذاكرة قبل الشوارع والبيوت، لكن أي حرب يعم بعدها سلام، وهو هنا في فالنفاخ منشود. سلام العبيدي، فالنفاخ، الميادين. أعلن أعيان في وسط وجنوب ليبيا إيقاف إنتاج وتصدير النفط من حقول في مناطقهم حتى تسليم حكومة عبد الحميد دبيب السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب رئاسة فتح باشا آغا. وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أعلنت حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي جنوب طرابلس لتوقف الإنتاج، وذكرت في بيان أن مجموعة من الأشخاص لم تحدد هوياتهم دخلت المنشآت ومنعت الموظفين من العمل. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مهندسين في ميناء الزويتينية النفطي أنه جرى منع ناقلة راسية في الميناء من تحميل مليون برميل من النفط أيضا. قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على محمود عزات القائم بالسابق بعمل مرشد جماعة الإخوان المسلمين بعد إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا في مصر باقتحام الحدود الشرقية. ويحاكم في هذه القضية أيضا 28 عضوا من قادة جماعة الإخوان. وتعود وقائع القضية إلى 2011 عندما جرى اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على عدد من المنشآت الأمنية. طالبت الحكومة الباكستانية حركة طالبان في أفغانستان بتعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة الحدودية بين البلدين. المتحدث باسم الحكومة الباكستانية عاصم افتخار أحمد وفي بيان نشره مكتبه على صفحته في فيسبوك أشار إلى أن عدد الحوادث على حدود بلده مع أفغانستان يشهد تزايدا. كما طالب الحكومة الأفغانية بضبط الأمن في الحدود، لافتا إلى أنه قتل 7 جنود باكستانيين جراء هجوم نفذ
قتل 7 جنود في شمال وزيرستان في 14 أبريل/مارس. إلى فرنسا، حيث تتوالى الاستعدادات للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 24 من الشهر الحالي. أدت فرنسا دورا محوريا في بناء تكتل أوروبي منذ 50 القرن الماضي، ساهم فيها على نحو كبير الرئيس الراحل شارل ديغول، سياسة يسعى الرئيس الفرنسي الحالي إلى إعادة تثبيتها في سبيل الوصول إلى كرسي الإليزي للمرة الثانية. محمد درويش. تعتبر فرنسا إحدى الدعامات الأساسية للاتحاد الأوروبي والثقل السياسي والاقتصادي إلى جانب ألمانيا، بوصفهما المحركات الاقتصادية للمنظمة الأوروبية، وهما المرتكزان اللذان تقوم عليهما أساسات الاتحاد بعد انسحاب بريطانيا. فباريس أهم مركز مالي في الاتحاد، وتمتلك موارد بشرية عالية الكفاءة والإنتاجية، حيث استطاعت بمساعدة ألمانيا انتشال عدد من دول الاتحاد من براثن الانهيارات المالية كاليونان والبرتغال وإيرلندا. بدأت ملامح الاتحاد الأوروبي ترسم بأياد فرنسية بموجب معاهدة باريس لتأسيس الجماعة الأوروبية للفحم والصلب عام 51، التي كانت سبباً في درء مخاطر اندلاع حرب في أوروبا، حيث كانت أول منظمة دولية تقوم على مبدأ الوحدة فوق الوطنية، وكان لها الفضل في بدء عملية الاندماج الرسمي التي أفضت في النهاية إلى تأسيس الاتحاد الأوروبي. اتحاد سعى من خلاله الرئيس الفرنسي شارل ديغول في 50 القرن الماضي إلى بناء قارة أوروبية قوية سياسياً واقتصادياً، عززت من عقيدته التي كانت تقوم على مبدأ احترام التحالفات من دون التماهي مع واشنطن. وبعد التراجع الدولي الذي رافق فرنسا خلال العقدين الماضيين، بات واضحاً أن باريس تحاول لعب دور قائد الاتحاد الأوروبي في العلاقة مع الخارج، خصوصا مع تسلمها رئاسة الاتحاد الأوروبي قبل 3 أشهر، فالانسحاب البريطاني من الاتحاد والتعقل الألماني في التعامل مع الملفات شجع الفرنسيين على خوض غمار طموحاتهم، طموحات لا تبتعد عن حماسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يسعى للوصول إلى كرسي الإليزي للمرة الثانية بالمراهنة على رئاسة الاتحاد التي وفرت له منصة لإبراز حصيلته الأوروبية والتمايز عن بعض منافسيه، وهو ما يتماشى مع عناوينه الجديدة كأوروبا القوية ذات السيادة. أطلقت كوريا الشمالية مقذوفتين باتجاه بحر اليابان بحسب ما أفادت به وكالة يوناب نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي. الوكالة أشارت إلى أن المقذوفات حلقت ل 110 كيلومترات على ارتفاع 25 كيلومترا، مشددة على أن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن أجرت تدريبات في بحر اليابان. هذا وجرى اختبار نظام أسلحة جديد بإشراف الزعيم كيم يونغ أون، يرمي إلى تعزيز كفاءة أسلحة كوريا الشمالية النووية التكتيكية وفق ما ذكرته الوكالة. تذكير بالعناوين. قوات الاحتلال تنسحب من الأقصى بعد اعتدائها على المرابطين، والمقاومة تحذر من مواجهة شاملة. موسكو تؤكد أن الحكومة الأوكرانية تمنع قواتها المحاصرة في ماريوبل من التفاوض على الاستسلام، وكييف تؤكد أنها ستقاتل حتى النهاية. وقف تصدير النفط في وسط وجنوب ليبيا حتى تسليم حكومة دبيبة السلطة لباشا آخر. إسلام أباد تطالب حركة طالبان بتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود الباكستانية الأفغانية، وتحذر من تزايد عدد الحوادث في المنطقة. للمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء.